ضيفنا اللي مشرفنا النهارده في البيت الكبير جه من اكتر من 22 سنه، كان جاي يشوف طموح وجرب حظه مع الانديه في مصر، ورحله الحقيقه كانت ممكن تنتهي زي ما قلنا في البدايه كده بعد 3 سنين 4 سنين. جات له اصابه شديده او بالغه، كان ممكن يلم شنطه ويرجع بلده تاني، بس عشان لقى طموح هنا وكل الناس حواليه هنا في النادي الاهلي، ففضل ان عمره كمان اللي جاي يكون هنا في بيته، البيت الكبير، النادي الاهلي. ضيفنا النهارده الكابتن والمدرب الكبير اسحاق اول، برحب بيك ومشرفنا في بيتك يا كابتن. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. مساء الخير يا اسحاق. مساء الخير يا كابتن. اخبارك؟ وحشني كتير. وحشني انت كمان. وانت اكتر. كله بخير؟ تمام الحمد لله. اللغه العربيه ما شاء الله، انا حتى قبل بكلم مع المعدين بقول لهم طب اسحاق جاي بقى معاه مترجم ولا بيتكلم عربي؟ قال لي بيتكلم عربي شويه. لا زي الفل زي الفل. لا طبعا مشرفنا طبعا زي ما قال سهام في بيتك، في بيت النادي الاهلي، وانت من اللعيبه يعني كان ليهم الشرف كمان انهم يكونوا موجودين في النادي الاهلي، وكمان طموحات كبيره جدا بتحلم بيها في المستقبل ان شاء الله على الاداره الفنيه. هنتكلم مع طموحاتك اللي جايه دي ان شاء الله مع جوه بيت النادي الاهلي، ونتكلم كمان على الماضي وذكرياتك في دخول النادي الاهلي، لكن نشوف تقرير عن اسحاق اول ونرجع مع حضرتك. واحد من سلسلة المهاجمين الأفارقة الذين مروا على النادي الأهلي، لكنه يتميز بأن صلته مع النادي لم تنقطع حتى الآن، حيث لا زال يخدم النادي ويفخر بشرف الانتماء له، ولكن من مكان جديد. إنه نجم المارد الأحمر السابق النيجيري إسحاق أول. إسحاق أول أو إيزاك أول واحد من المحترفين الأفارقة الذين نالوا شرف ارتداء قميص المارد الأحمر، ويعمل حاليا كمدرب في قطاع الناشئين داخل القلعة الحمراء. بدأت رحلة إسحاق أول مع النادي الأهلي في عام 1999 حينما تعاقد معه النادي لمدة 5 مواسم، ولفت اللاعب أنظار مسؤولي الأهلي بعد التألق اللافت الذي ظهر عليه مع فريق أسوان في تلك الفترة، حيث تميز بمهاراته العالية وقدرته الفائقة على المراوغة والتلاعب بالمنافسين وإرهاق الدفاعات، كما سجل 11 هدفا مع زهرة الجنوب في موسمه الأول، ومن ثم انضم للنادي الأهلي في وقت كانت صفوف الفريق تزخر فيه بكوكبة من النجوم. وتألق إسحاق أول في اللعب بأكثر من مركز في خط الهجوم، حيث كان يلعب كمهاجم صريح ومهاجم متأخر، وكذلك كجناح مهاجم في الجهة اليمنى. وبعد الاعتزال عاد إسحاق أول من جديد للقلعة الحمراء، ولكن هذه المرة من بوابة التدريب بعدما تم تعيينه من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي في عام 2015 كمدرب لفريق نادي للناشئين من مواليد عام 1999. ونتيجة ارتباطه الكبير بالنادي الأهلي ومصر، قرر إسحاق أول الحصول على الجنسية المصرية، حيث يعتبرها بلده الثاني بعد نيجيريا ولا يرغب في الرحيل عنها. رجعنا مع حضراتكم مرة تانية والنجم إسحاق أول. إسحاق بنرحب بيك مرة تانية، وخلينا من خلال التقرير ناخد نرجع لورا شوية. نرجع لورا شوية يمكن من نيجيريا، نرجع في نيجيريا. ازاي بدات الكوره والمحطات اللي انت مريت بيها مرورا بنيجيريا لوجودك هنا مع فريق اسوان ودخولك النادي الاهلي؟ اول حاجه بس بحب اشكر قناه النادي الاهلي وبرنامج بيت الكبير ده، لان فعلا هو زي اسم النادي الاهلي، هو بيت الكبير اللي مجمع اولاده كلها في اي وقت اولاده يهتموا بيه، فدي حاجه. منورنا كده. الله يخليك الله يكرمك. فطبعا احنا بدايه الكوره هناك واحد مش عارف يقول امتى بدا. انا لقيت نفسي بلعب كوره. ما اعرفش البدايه امتى. بنلعب في الشارع مع اصحابنا في الشارع على طول. حد ما واحد بدا يكتشف فعلا لا هو من المميزين الموجودين. فبدا امور يتطور، نروح الانديه نلعب بطولات بتاع المناطق كده، كل منطقه مسابقات الصغيره. مسابقات صغيره
بعد كده لقيت ناس كبيره اللي هم اكبر مني سنا بداوا يستعينوا، لا تعالى انت لازم تيجي تلعب معانا والكلام ده. من اول كان في خوف كده عشان واحد ما يتعورش، فارق قوه والكلام ده. صحيح. لكن واحده واحده واحد اندمج معاهم بقى كمان وسطيهم كمان مميز. فامور بدات تمشي بشكل كويس لحد ما ربنا كرمني دخلت نادي بقى في سن 13 سنه، كان نادي درجه ثانيه اسمه NUB، ده كان شركه البنك عاملين قطاع الناشئين وفريق الاول. فروحت اختبرت والحمد لله نجحت وفقت والحمد لله. فمن ساعتها بدات مشواري، كملت معهم سنتين ثلاثه لحد ما طلعت فريق الاول. من هنا انا عندي 16 سنه بقيت بلعب اساسي مع الفريق ما شاء الله. 16 سنه و 18 سنه جيت مصر. 98 كان عندك 18 سنه طبعا. لحد اللحظه دي انت ما يعني ما اتحركتش ولا رحت قاعد في المعادي من ساعتها وانت قاعد في المعادي. موجود هنا لكن بسافر انا فاهمه. بس لكن ايوه زي ما انت قررت اقعد هنا في مصر. قررت تقعد في مصر؟ يعني اللي جاي في مصر كمان. القرار ده جالك ازاي برضه عشان الناس تفهم؟ يعني في بعض المحترفين دايما المحترفين بيجوا لهدف معين، النادي الاهلي نادي كبير جدا، المحترف بيجي اكيد طبيعي جدا في بيأمن مستقبله من الناحيه الماليه، بيأمن مستقبله من الناحيه الفنيه، انه عنده طموح يكسب بطولات مع النادي الاهلي ويمكن يكون محطه لاحترافه. وشفنا نجوم كبيره احترافه من خلال النادي الاهلي ومن بعض الانديه المصريه. اصرارك على وجودك في مصر كان، احكي لي قبل ما اصرارك دوت دخولك النادي الاهلي، انت رحت لعبت في اسوان وبعد يعني احكي لي الخطوات ديت عشان الناس تعرف كمان دخولك النادي الاهلي كان ازاي. طبعا بعد ما جيت مصر عن طريق كابتن منير حسن وكيل اللاعبين، فهو اللي جابني من نيجيريا. ساعتها كنت بلعب في ليجوس بعد ما انا انتقلت من نادي اللي انا كنت فيه في بلدي اللي هي كادونا. قعدت سنه هناك لعبت الحمد لله، عملت موسم كويس، كنت من انا هداف الفرقه، كان في دوري ممتاز. دوري ممتاز. كان في حد ممكن تعرفه اسمه فيكتور اجالي، كان معاكم فيكتور اجالي طبعا في المانيا برضه في الشركه. مظبوط. كان هو في نفس النادي معانا. فلما جيت هنا رحت اختبرت في نادي اسوان الحمد لله نجحت بقياده كابتن محمد عامر. كابتن محمد عامر كان المدير الفني بتاع اسوان. كابتن محمد عامر احد نجوم النادي الاهلي واساطير النادي الاهلي طبعا طبعا، ويعتبر زي الوالد يعني بالنسبه لي. حاجه محترمه كده بحبه قوي. فالحمد لله ربنا وفقني دخلت فوق، اختارني انا وواحد تاني اسمه ديفيد من ليبيريا. فمن هنا بدانا نقعد هناك في اسوان. ساعتها كان ما تمش تسجيل عشان كان موسم بدع، قعدنا نتمرن لحد ما يجي بين الدورين. اتمرنت لغايه تقريبا يناير لغايه ايوه وبعدين كنا جينا في شهر 8 تقريبا او شهر 9، قعدنا كل الفتره دي تمرينات بس وبيعملنا ماتشات ودي عشان نبقى مستعدين. فالحمد لله لما جه بين الدورين تم تسجيلنا بدانا نلعب الحمد لله، كان في توفيق من عند ربنا، عملت موسم كويس. اول ماتش لعبت قدام من نادي الزمالك وعملت ماتش كويس، بعد كده أمور بدأت تمشي معايا، بدأ أحرز أهداف كويسة وأساعد الفريق. كان فريق كان كل اللي جابه في الدور الأولاني كان 5 نقط، لكن الحمد لله ربنا كرمنا لما بدأنا الدور الثاني إحنا بقينا تاني فرقة تجمع أهداف بعد نادي الأهلي. ما شاء الله. نادي الأهلي هو بطل. طفرة في الحمد لله. الجزء الثاني من الموسم. الجزء الثاني كان إحنا أحسن فرقة بعد النادي الأهلي. فالحمد لله من هنا بقى وأنا جبت أهداف كويسة وكتيرة وسمعت بشكل كويس وأدائي كويس، كل الناس بتحبني في أسوان واللعيبة. فجي موضوع النادي الأهلي برضو عن طريق كابتن عامر. الحمد لله. كابتن محمد. عن طريق كابتن محمد. عشان كان ساعتها كان في عروض تانية جت من نادي إسماعيلي ونادي الزمالك ونادي المصري. فطبعا كل حاجة بتحصل بروح بكلم معاه. أقول لا أنت ما تروحش أي حتة، انت ان شاء الله تلعب في النادي الاهلي بس. هو كان بيقول لك كده كابتن محمد؟ بيقول لي فقلت له ان شاء الله ما فيش مشكله، طبعا انت شايف نادي الاهلي نادي الاهلي. طبعا احنا قبل ما اجي بعرف نادي الاهلي ونادي الزمالك.
اكبر طبعا. وانت بتلعب في نيجيريا؟ اه وانا في نيجيريا، لكن كان احنا كان معظم النيجيريين لنا ميول لنادي الزمالك بسبب ايمانويل. ايمانويل كان هنا كان بيلعب، فبنشوف بنتابعه فزمالك زمالك، فكان في دماغنا. حتى بعد ما انا جيت هنا كنت فاكر ان الزمالك هي الرقم الاول. انت كنت فاكر كده؟ كنت فاكر كده. عرفت بقى وبعدين وبعدين لما جيت مصر، بقى لقيت جو مختلف. اقول الزمالك، اقول لا الزمالك لا، نادي الاهلي هو رقم واحد رقم الاول. قلت طب ازاي يعني؟ كنت بشوف الزمالك بتيجي تلعب في نيجيريا وبيلعبوا. فعرفت ان كان في قصه حصلت في نادي الاهلي، توقف مش عارف سنتين ما شاركش في ال هو عامه طبعا الاهلي، النادي الاهلي ونادي الزمالك اكبر ناديين في مصر طبعا على مستوى الشعبيه. اكيد النادي الاهلي اكثر شعبيه، لكن طبعا النادي الزمالك والنادي الاهلي قامتين وقمه من الكره المصريه يعني. طبعا اكبر انديه في افريقيا، بس افريقيا كمان مش في مصر، مش في مصر بس. النهارده واحنا فرصه نتكلم معاك يا كابتن اسحاق عن الكره الافريقيه بشكل عام، وفرصة أكبر كمان بخلاف طبعا وجود حضرتك إن النهاردة الأهلي بيشارك في دوري أبطال أفريقيا وإن شاء الله العشرة. بس عايز أتكلم على الكرة الأفريقية، وبرضه بمناسبة إنه الأهلي النهاردة بيشارك باسم مصر عالميا ولسه جاي، فقول لي الكرة الأفريقية عالميا إزاي؟ فين واقفة فين النهاردة؟ والله الكرة الأفريقية لا، في تطور. في تطور فعلا، تطور كتير زي ما احنا شايفين في اوروبا. لعيبه كتيره من افريقيا، دول افريقيه بيقدموا حاجات كويسه، مستوى جيد جدا. زي ماني، صلاح، وكذا واحد يعني من نجوم افريقيا. فدي طبعا بتدي ناس اللعيبه الشباب، بتديهم قوه والاصرار ان هم كمان يوصلوا للاهداف دي. هي الاهداف دي بقت قريبه، مش بعيده زي ما كنا احنا بنشوفها. احنا زمان لما بنشوف الانديه الكبيره دي في اوروبا، يا واحد يوصل هنا امتى بقى؟ ايه اللي يوصل له هنا اصلا؟ ما فيش. ممكن نشوف بس ونحلم، لكن دلوقتي لا، هي قريبه جدا. بس الكره النيجيريه متاثره يعني، انا النهارده ما عنديش جيل كوشا ورشيد يقيني وكونا، ما عنديش الاسماء ديت. هل التاثر ايه حصل على مستوى الفرق، على مستوى المنتخبات؟ ايه اللي حصل في نيجيريا؟ اللي حصل في نيجيريا عدم الاستمراريه. ده اللي بيخلي نيجيريا في التراجع كتير. قبل كده الاجيال السابقه دي كانت في استمرار، هتلاقي كل جيل بيلعب مع بعض لمده ما يقلش عن 8-10 سنين. يعني بتقصد ان يمكن الكره النيجيريه متاثره بايه؟ يعني الاحتراف، النجوم الصغيره او الولاد الصغيرين اللي طالعين مميزين على طول بيطلعوا على اوروبا عشان يدوروا على فرص احتراف. طبعا طبعا ده بيأثر شويه على الكره النيجيريه. زي ما قال سام، في نجوم كبار يعني، في اجيال كبيره جدا من نجوم كبار ما ظهرش هذا العدد والكم في الالفيه الاخيره يعني، نتكلم على 10 سنين الاخيره عدد النجوم النيجيريين مش موجودين بشكل كبير زي يمكن التسعينات والالفيه الاولى يعني. ما طبعا زي ما انت قلت يا كابتن، قبل كده كان عشان واحد يطلع يحترف ده لازم يكون واحد جوه البلد كمان معروف وعمل مستوى جامد بقى نجم كبير. فلاعب ولاعب ولاعب خبرات، ادى على خبرات كثيره، فالعين عليه في عين عليه. لكن دلوقتي واحد، في كذا واحد لسه ما لعبش اصلا في الدوري لسه، واحد بيساعده يسافروا بره عن طريق الوكلاء والكلام ده. فالنجوم بيسافروا بدري، لسه ما عندهمش خبرات كمان يروحوا هناك يعدوا بشكل كويس. يسافروا بدري دي بتبقى فرصه، ممكن الناس تقول لك طب كويس ان هم بيسافروا بره فبياخدوا فرص كبيره لكن انا اللي فاهمه ان بيسافروا بدري ممكن يكون وكلاء اللاعبين بياخدوا اللعيبه صغيره وبيروحوا، ممكن لو قعد في نيجيريا يتطور اكتر شويه، لان هناك ممكن يكون خبراته لسه ما قلتوش او امكانياته لسه ما وصلتش انه يلعب في دوري اوروبي او احد الفرق الاوروبيه، وبالتالي النجم ده بيضيع يعني، ولا بيحصل هنا ولا هنا يعني. بالظبط، عشان كده ما بيقدوش بشكل، ما بينجحوش بشكل كبير. حتى لو بدأت تلاقي في انديه صغيره ما لهاش اسم، على ما يوصل بقى يكون وقت كتير وممكن ما يوصلش كمان. مزبوط. لكن لما يكون هو خلاص عنده خبرات ولعب وشارك ولعب منتخبات منتخبات ال 17 و18 واولمبي والكلام ده، تلاقيه اول ما يروح يحط رجليه في الفرقه يبقى يظهر بشكل كويس. فمن هنا نجوميه تبدا تظهر. المواهب قلت؟ المواهب قلت كتير طبعا.
مش زي الاول. ليه بتقول كده؟ لما زي ما احنا شايفين هو دلوقتي ده الواقع. ما فيش مواهب ولا ما فيش عين كابتن اسحاق؟ لا في عين، في عين بتشوف، لكن مواهب قلت فعلا في كل حته. بقينا زي اوروبا دلوقتي، التصنيع، تصنيع اللعيب، صناعه اللعيب. ما فيش موهبه فظه دي اللي هي كانت موجوده قبل كده، ولا في الشوارع قل مش زي زمان. والناس اللي مهتمه بالكوره برضو من صغر قليلين جدا، مش زي الاول. ده انا بشوف انها كترت جدا جدا. النهارده ما فيش ام ما بتوديش ابنها التمرين. لا ده هنا انا بتكلم على افريقيا، على نيجيريا. تحديدا معظم الافريقيا نفس الستاندرد يعني. مش زي الاول. اللي بيهتموا بالكوره قليلين، اللي هم عنده امكانيات ماديه كبيره، ايوه، يعرف يساعد ابنه. لكن دلوقتي يقول لك انت هتلعب كوره، ما عندكش هتعمل ايه؟ صحيح. طيب خلينا نخرج من النقطه دي ونروح لدخول اسحاق اول ودخول النادي الاهلي. اول لقطه ليك داخل جدران النادي الاهلي بعد الانتقال من فريق اسوان، و شفت ده ازاي؟ واحكي لي القصه بدات فين، دخولك النادي الاهلي، من اللعيبه اللي موجوده، المدير الفني استقبلك ازاي، انت كمان كاحساسك انك داخل نادي كبير بطموحات جديده. والله لحظه اللي انا مش عارف انساها طبعا، لما رحت قابلت كابتن ثابت بطل الله يرحمه. الله يرحمه، شخصيه جميله، نتذكره الايام دي طبعا، طبعا ندعي له. فده اول كان مدير الكوره وقتها، قعدت معاه وكلمت معاه، فقال لي بالتوفيق ان شاء الله، احنا عارفينك، عارفين مستواك، ان شاء الله هنا هتعمل اسم كبير، هتبقى نجم باذن الله، هتكون حاجه كويسه. اداك الثقه. اداني الثقه. فبعد كده دخلني على اللعيبه، طبعا كان كابتن هادي خشبه وعصام الهادري وكابتن حسام، كابتن سيد عبد الحفيظ. فسلمت عليهم، لقيت الدنيا قريبه، كاني موجود معاهم من فترة. أمور عادي، مش زي مش كأنك دخلت مع ناس جديدة. فده برضو مطمني، أول ما لقيت الجو ده، جو هادي كده، كنت قلقان. طبعا نجوم كبار، هتلاقي ممكن ما حدش يبص لك، أو حتى لو بص لك لكن مش يتعامل معاك بشكل جيد يعني. لكن لقيت أمور عادي، واللي جاي يضحك معايا، يكلمني، عايز هم كمان عايزين يدخلوك في الجو عشان ما تحسش ان انت جاي مكان انت جديد فيه. فدي فرقت معايا طبعا كتير. حلو ده. بعد كده بقى لعبت في النادي الاهلي وتعرف اسمك بشكل كبير، الى ان حصلت الاصابه. الاصابه بقى اللي خلتك كمان، او اضطرت يعني ان انت تعتزل، يعني اضطرتك للاعتزال. طبعا. فاكيد نقطه فارقه برضو في حياتك وغيرت مسارك كله، يعني رحلتك كلها. الحمد لله، ده قدر الله ما شاء فعل. ونعم بالله. دايما. انت مين معلمك عربي يا كابتن؟ مين اللي علمك؟ في الشارع. احسن حاجه، احسن حاجه يعني. برافو عليك، ما شاء الله بتتكلم احسن مني. لا طبعا. المهم، وبعدين بقى جات لك بقى الاصابه ديت، كانت اصابه جديده. الاصابه دي كان في موسم 2000 مرتين يعني. 2001 بدات اول سنه بتاع مستر مانويل. نعم، مانويل. رحنا سافرنا اوروبا، برتغال، بنعمل معسكر، لعبنا اول ماتش، ثاني ماتش كده جت الاصابه دي هناك. لكن فترة دي كان الحمد لله موسم، لان اول موسم ليا بتاع 99 2000 قدمت بشكل كويس، بدات كان بنزل باخد ثلث ساعه، ربع ساعه، حد ما وصلت الحمد لله حطيت رجلي بشكل اساسي، فنش الموسم لاعب اساسي في النادي. جينا بدأنا موسم الجديد، برضو لعبت، شاركت بشكل كويس. فجي موسم اللي هو 2001 2002، المفروض يبقى ثالث موسم لي في النادي الأهلي. فحصل الإصابة دي، الحمد لله ما كملتش، كنا هناك في البرتغال. تاني ماتش كنا ثلاث أيام أو أربع أيام كده، وصلنا يوم تمرنا، ريحنا، ثاني يوم عملنا ماتش ودي، عملنا تمرين، رابع يوم ماتش ودي، فحصل الإصابة دي. كنا بنلعب سبورتنج براغا طبعا، فرقة كبيرة في البرتغال. فرقة كبيرة طبعا. فحصل الإصابة الحمد لله، بعدها نزلتهم، حتى ما كملتش المعسكر هناك. نزلت عشان كان بيحضروا لي سفر، عشان أسافر أروح أعمل عملية في ألمانيا. في ألمانيا.
لكن ساعتها انا استعزنت عايز اسافر نيجيريا قبل ما اعمل عمليه. فعلا هم وافقوا وسافرت قعدت اسبوعين بعد كده رجعت. لكن انا سافرت لهدف كان عشان انا ما كنتش فاهم الرباط الصليبي ده ايه، عشان معظمنا في افريقيا لما نسمع اصابه في الركبه بنقول بس ركبه، اصابه في الركبه مش عارفين تفاصيل هي اصابه ولا ولا منسكس ولا رباط ولا 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 ما فيش، هي ركبه وخلاص. فافتكرت نفس النوعيه حاجه، رحت اشوف الموضوع الاعشاب والكلام ده، لا لعل واسع ارجع بسرعه والعب عشان هو بيقول لي العمليه 6 شهور. الموضوع كبير. بعد ما رحت قعدت هناك فعلا لقيت لا امور صعبه. فرجعت. قلت لهم خلاص هنعمل عمليه، قالوا لي ماشي. طب قبل ما تكمل العمليه معنا تليفون حد حبيبك وانت بتحبه. مساء الخير يا كابتن وليد. مساء الفل حبيبك كابتن هاني. ازيك يا نجم عامل ايه وحشنا؟ حبيبي انت اللي وحشني كتير، وتحياتي للاستاذه سهام وحبيبي اسحاق. عامل ايه يا اسحاق؟ يا كابتن وليد وحشني يا كابتن والله. ربنا يخليك حبيبي. طمني عليك وعلى اولادك. كله زي الفل الحمد لله، وانت متالق ويعني ربنا يكرمك دايما. حبيبي يا كابتن وليد ربنا يخليك. بتتابع جيل 2003 يا كابتن؟ والله يعني مقل طبعا شويه، لكن من خلال الكابتن خالد بيبو بقدر الامكان بحاول كل ما النادي الاهلي تحديدا يطلع لعيبه اعاره من مواليد 2000 او 99 بتابع معاه طبعا، وبتابع النتائج بقدر الامكان. وعلى طول احنا مع بعض على التليفون انا والكابتن خالد بيبو دايما. الحقيقه في شغل مميز جدا بيقوم بيه كابتن اسحاق هو كابتن محمد شرف طبعا، واللي عرفته كمان من الكواليس انه منتخب 2003 يعني طالب باربع لعيبه من جيل 2003 في النادي الاهلي. فده يعني ايه مراكزهم ايه يا كابتن اسحاق؟ في اثنين، واحد باك رايت اسمه جودة، وسر باك اسمه ابراهيم، ومحمد شرقيه، ونص ملعب اسمه ميدو نبيل. وميدو نبيل ده انا قبل كده ذكرت اسمه كتير انه لاعب مميز. لاعب مميز هو اصلا 2004 كمان. مش عارف كابتن وليد طبعا اسحاق طبعا من يمكن كان حظ وحش شويه في النادي الاهلي، يعني لسه اول سنه طبعا لسه بياخد نص ساعة في ربع ساعة، أول ما بيحط رجله بدأ يخش في المود بلغة الكرة وياخد، حصلت له إصابة. تتكلم عن دي إزاي، وتتكلم كمان كنا سألنا على الكرة النيجيرية وقلة النجوم دلوقتي مقارنة بالجيل اللي فات يا كابلولي. بص طبعا نيجيريا طبعا واحدة من كبار القارة وتقدم كرة حلوة قوي، صحيح الأجيال اختلفت، لكن نيجيريا دلوقتي التصنيف بتاعها ماشي بشكل كويس. متهيألي هم تقريبا الرابع ان لم تخني ذاكره، رابع او خامس منتخب نيجيريا افريقيا يعني حتى قبلينا متهيألي كمان، فقبلينا تقريبا بمركز. فنيجيريا بيرجعوا على التراك تاني. بالنسبه للكابتن اسحاق انا اهم حاجه ان كل اللي يجي النادي الاهلي يبقى بشخصيه النادي الاهلي. فاسحاق اول ما دخل الفريق بصراحه الناس كلها حبيته، مؤدب جدا ومهذب جدا، راجل كان بيقدم كل ما يمتلك من روح واصرار وعزيمه. وانا عايز كمان كابتن هاني اقتراح برضو ان قطاع الناشئين يقدم للولاد الصغيرين الفيديوهات بتاعه المدربين بتوعهم. ده مهم يعني جدا طبعا. لان الولاد الصغيرين لما يعرفوا ان المدرب بتاعي كان لعيب بالدرجة الأولى وإمكانياته عاملة إزاي، وأجمع فيديوهات للكابتن إسحاق ولكل المدربين اللي ماسكين، الولد نفسه لما يتفرج على إمكانيات المدرب بتاعه صح. أظن إن دي تعمل قناعة كبيرة. صح، يعرف مين اللي بيدربه، مين اللي بيقوم بتدريبه دلوقتي، كان إيه، كان في يعني. وبيبقى في مصداقية في نقل المعلومة، خلاص اللعيب عارف إن جاية له من لعيب كبير ذو تاريخ كبير، وبالتالي تلقي المعلومة كمان بيكون بشكل أفضل وشكل مريح للعيبة، فده طبعًا شيء مهم جدًا. خصوصًا الولاد الصغيرين، خد بالك صح. إحنا دلوقتي بنعاني منها. احنا في ناس كتير جدا خلاص ما شافوناش صحيح، يعني حتى الجيل اللي بعدينا بتاع بركات وتريكا وشوقي في برضه الولاد الصغيره ولا يعرفوا عنهم حاجه صح. فانت بالكتير هيبقى والده وممكن والده ما يكونش شافك قوي، فهنا لازم
قطاع الناشئين يجمع كل البطولات وكل الانجازات اللي عاملها المدربين ويتحط فيديو للولاد كل شويه يتفرجوا عليه علشان يبقوا مقتنعين ان الحاجه اللي انا بقولها دي انا جربتها قبل كده. صحيح مظبوط. فيعني دي نقطه مهمه. اكيد اكيد نقطه مهمه جدا. اكيد فرصه وانت معانا كابتن وليد نتكلم عن المباراه القادمه في تنزانيا ومواجهه الاهلي لسيمبا التنزاني. بتقول ايه عن شكل المباراه ديت؟ هل هتكون مواجهه متوازنه؟ هل ممكن يحصل فيها مفاجآت؟ كابتن وليد شايفها ازاي؟ ان شاء الله باذن الله ما فيهاش اي مفاجآت. ان شاء الله النادي الاهلي يكسب المباراه. النادي الاهلي ادى رساله مبكره لكل الفرق ان احنا مش بادئين البطوله مش هنهزر. احنا عايزين نروح كاس العالم للانديه السنه الجايه باذن الله. دايما الكبير ومستر موسيماني كمان ارقامه كويسه قوي في المباريات الخارجيه. يعني ما شاء الله مكسب على طول. فان شاء الله باذن الله الرجاله زي ما معوديننا ان شاء الله يرجعوا بالثلاث نقاط ان شاء الله. ان شاء الله ثلاث نقاط مهمه جدا كابتن وليد، كمان عشان انت عارف ان سيمبا كمان كسب بيتا كلاب، وبالتالي مباراه اعتقد هتحسم هتحسم بشكل كبير باذن الله من بدري ان النادي الاهلي هو بطل او على الصداره في هذه المجموعه، فاكيد مباراه مهمه. يعني الحاجات دي بتريح المدير الفني يا كابتن هاني. بعد كده لما انا ببقى اول المجموعه بقدر اريح عدد من اللعيبه، اعمل روتيشن، اهتم بالدوري اكتر، اهتم بالكاس اكتر، خصوصا ماتشات ورا بعض يا كابتن وليد. انت عارف يعني النادي الاهلي بيخرج من هنا بيخش هنا، فالمباريات كتير. كل ما انت بيكون حتى على المستوى انك متصدر بتبقى في هدوء شويه حتى في التعامل مع المباريات يعني. وخد بالك ده كابتن هاني فادنا جدا السنه اللي فاتت. مظبوط. السنه اللي فاتت وانت كنت فارق في الدوري قوي وكسبان الدوري بين الدورين، ده اداك ارتياحيه ان انت تلعب مباريات، تعمل روتيشن كتير وتدخل كل اللعيبه. فرقت معانا في افريقيا وفي الكاس. ده حقيقي مظبوط. ايه اللي الفريق ياخد باله منه يا كابتن وليد في المباراه اللي جايه؟ دايما متعودين فرق افريقيا على ملعبها بتبقى شرسه قوي في العنف، بيبقى الالتحامات قويه جدا، كل الضربات الثابته يعني بالنسبه لنا بتبقى مخيفه، لان هم بيبقى عندهم اطوال، عندهم شراسه. طبعا شويه التحكيم بيبقى سايب برضو الالتحامات البدنيه، لكن احنا عندنا جون كبير، احسن جون في افريقيا، فبالتالي وخط دفاع قوي. يهتموا بس بالضربات الثابته دي مهمه. الضربات الثابته طبعا مهمه. وكمان خلينا نتكلم، يمكن النادي الاهلي مع فرق الامكانيات في الفرقتين، يمكن اول مباراه لعب مع سونيديب وكان الظهر، برضو ان شاء الله يوم الثلاثاء هيلعب الساعه 3 امام جماهير. يعني خلي بالك كل التذاكر في الاستاد اتباعت بشكل كبير، ففي يعني في جماهير كتيره جدا هتوصل ليمكن ل 60,000 متفرج. ده يأثر شويه، والرغم ان لعبتنا بقالها كتير ما لعبتش، يمكن في بطوله كاس العالم للانديه كان في عدد صغير، لكن شايف الامور دي ازاي بالنسبه للجو والارض كمان؟ ما نعرفش الارضيه وكفاءتها، وبالنسبه لوجود جماهير يعني. اهم حاجه فيهم الملعب. لو الملعب حلو الموضوع انتهى. احنا بالعكس انا شايف ان الجماهير بتبقى عامل ايجابي لينا احنا. صحيح. لان احنا عندنا نسبه الاستحواذ في نص الملعب يعني بقياده قفشه كويسة قوي وعالية جدا. أظن إن احنا كمان يعني حبينا اللعب بالجماهير خلاص. صحيح. متعودين وراجعين من كأس العالم للأندية كانت المباريات بجماهير، وشفنا فرقت قد إيه في الروح مع اللعيبة. صح جدا. بالعكس أنا أتمنى إن الملعب يكون مقفول، بس أتمنى يكون الملعب حلو. أرضية الملعب هتفرق معانا. يا رب يعني. إن شاء الله بإذن الله بإذن الله. كلمة تحب توجهها لكابتن إسحاق في النهاية كابتن وليد؟ يعني مستنيين منك كتير. انتوا يعني ماسكين اهم حاجه في الكوره في النادي الاهلي من وجهه نظري. قطاع الناشئين ده بعد كذا سنه لما الانديه تتحول لشركات مفيش نادي هيقدر يعتمد غير على ناشئين. صح. يعني كل الانديه هتدور تحت، لو عرفتوا تطلعوا لنا 10 15 20 لعيب جامدين يبقى انتوا يعني يتعمل لكم تماثيل. صح. ده اللي كنت عايز اكمل كلامي فيه، ان انت النهارده النادي الاهلي هو اللي بيخدم المنتخبات الوطنيه في كل الاعمار متهيألي. فيعني ففعلا دوره مهم زي ما انت قلت يا كابتن وليد. هتجيلنا امتى؟ انا تحت امركم. ده احنا امتى؟ يعني نعمل احتفاليه بس، وكابتن هاني هو عارف
هو عارف يحضر ايه. انا عارف انا عارف هحضر لك كل حاجه انت عايزها يا وليد. احنا مستنيينك قريب. تشرفنا يا وليد. ده شرف لينا. ده شرف لينا. انت نجم كبير وكل الناس بتحبك وابن من يعني ابناء النادي الاهلي واكيد ان شاء الله تشرفنا هنا في البيت الكبير. شكرا ليك يا كابتن وليد. طبعا اتكلم في نقطه كبيره. اه طبعا انا بس عايز اتكلم في حاجه ان احنا النهارده في معسكر يوم السبت اللي جاي. يوم السبت صح؟ معسكر هيبدا باذن الله. باذن الله. اكلمنا كابتن شويه بقى عن اللي حضرتك بتعمله مع جيل 2003. ايه الخطوه اللي جايه؟ والله طبعا احنا مش جيل 2003 بس، لكن اقول لك شغلنا كله بالنسبه لقطاع الناشئين بنحضرهم عشان هم فعلا يبقوا هم النجوم المستقبل، هم اللي يجوا دعم للفريق الاول. بدل ما نادي يقعد يشتري لعيبه من بره، بنقول لهم ده فرصتكم انت، ده جوه بيتكم ما تدلوش ناس فرصه تيجي تاخد اماكنكم دي. صحيح. دي اماكنكم لو انتوا اشتغلتوا بشكل كويس، موتوا نفسكم على روح الفنانه الحمراء دي. دي مكانكم، ما حدش يجي ينازعكم فيها. فطبعا في كتير بيستجيبوا منها، فده اللي احنا عايزين ان شاء الله الفتره اللي جايه. حتى كابتن خالد بيبو السنه دي فعلا امور بدات تتغير بالنسبه لاهتمام زياده بقطاع النادي الناشئين. قطاع الناشئين عشان اللي بعد كده اعتماد يبقى على مش يبقى كل طبعا، لكن بشكل كبير يبقى على قطاع الناشئين. طيب في اعتقد دلوقتي المسابقات واقفه، يعني المسابقات وقفت، ده علاقه بشكل كبير. مسابقات الناشئين وقفت على مستوى المسابقات كله، بطوله الجمهوريه ومسابقات القطاعات وكله والبرائم كله. استقبلتوا ده ازاي؟ ويعني والله طبعا احنا ما كناش متوقعين صحيح توقف بالوقت ده. القرار ده انا شايفه حقيقه مش قرار سليم، مش في مكانه، قرار سليم مش وقته. انت الدنيا ماشيه الحمد لله، الرياضه ماشيه بشكل كويس، وفي فرق زي 99 و2001 يعني لو لعبوا ثلاث مباريات ماتشين لو لعبوا الاسبوع اللي فات ده فدلهم ماتش يخلصوا، واحنا احنا اللي بنلعب جمهوريه احنا اللي لسه في ماتشات كتير. حتى ماتشاتنا الكتيره دي بنلعب ماتشين في الاسبوع. انتوا لعبتوا كم ماتش لغايه دلوقتي يا اسحاق؟ دلوقتي المرحله الاولى لعبنا 10 ماتشات، 10 مباريات خلصنا، بقينا سوبر دلوقتي لعبنا 3 ماتشات بس، يعني خلال اربع ماتشات سوري اربع مباريات وقفنا. كان فاضل لكم كام؟ فاضل 12. هي كلها 16 اصلا. 16 مباراه بس. هي اتاجلت ولم تلغى صح؟ يعني قرار التاجيل. أيوة. لكن هو بيقول لك تاجيل لشهر 4، اول 4. اول 4 ده المفروض هو نهايه الدوري. نهايه الدوري ده المفروض هنخلص 5-4 عشان دخول رمضان. فزي تبع بتشتغلوا ازاي دلوقتي؟ يعني حتى على الجانب الفني انت وصلت لمرحله بتلعب مباريات وداخل في رتم المباريات، وانا عارف ان اللعيب بيحب دايما المباريات، التدريب والمباريات ده بالنسبه له شيء طبعا. بتتعاملوا مع الجزئيه الصعبه؟ انا عارف ان الجزء ده صعب، انك بتحضر لسه لشهر 4، بتعملوا مباريات وديه، بتعملوا معسكرات، بتشتغلوا ازاي الجزئيه دي؟ لا طبعا ده اول اسبوع اللي عدى ده اللي هو بعد القرار ده بدانا نهيئ اللعيبه كانه ان شاء الله هيبقى فيه ده قرار اتاخد، لكن ممكن في تراجع وفي هيحصل كلام بين المسؤولين. أيوة. يشوف بقى هل يكملوا بالقرار ده وهيتراجعوا ايه الاحسن، هيكلموا مع بعض، ممكن يبقى في ده اللي احنا وقفنا عليه. بنشتغل عليه ان ممكن نشتغل عليه عشان اللعيبه فعلا جايين وشهم جايين حمدانين خالص، شايفين لا يعني اللي هم اهدافهم هتقف. خصوصا هم بدأوا يكسبوا ماتشات، وكل ثلاث ايام اربع ايام ماتش، كل واحد بيستعيد لمسابقه عايز يرجع لحط رجله عايز يكمل. موضوع المنتخب طبعا عامل كبير، كل واحد عايز يحط اسمه عايز ياخد اسمه. بس انا في نقطه مهمه جدا اعتقد واصله لك وواصله للعيبه لقطاع الناشئين، ان مجلس الاداره ومع قدوم موسيماني بدا بشكل كبير يعتمد على اولاد النادي، يعتمد على قطاع الناشئين. شفنا عدد كبير جدا من الولاد بيطلعوا مع الفريق الاول، على الاقل حتى بيشاركوا في التدريبات، في منهم شاركوا في المباريات الرسميه طبعا. فده كمان بيحفز قبل ما اقول للعيب، انت كمدرب بتحس ان لا ده انا قريب وهشتغل وهطلع للفريق الاول. الامور دي واصله ازاي معاكم؟ والجزئيه دي يعني بتوصلوها كمان للعيبه ازاي؟ طبعا احنا الحاجات دي انا كنفسي بشوفها كانها ليا انا بالظبط، حافز ليا لما الاقي كل شويه مدير فني بتاع الفريق الاول بيطلب ثلاثه اربعه من فرقتي
ده انا ببقى مبسوط جدا، كان فعلا كاني انا اللي طلعت. طبعا ده اللي احنا ده هيطلع فرقه كذا، مين اللي شغال في الفرقه دي؟ فلان وفلان وفلان. فعلا يبقى انت اسمك يبدا برضو يسمع، لا فعلا في ناس بتشتغل في قطاع الناشئين. صحيح. فممكن هم كمان لو جه وقت اللي فيه فرصه ممكن ياخدوا الفرص دي يشتغل حتى طبعًا. على المستوى حتى بره ممكن يرشحوك في اي مكان تشتغل في انديه كبيره. فدي طبعا حاجه حافز لينا مش لعيبه بس. فلاعيبه وكمان هم بنحفزهم بنقول لهم طيب انت شايفه فلان وفلان طالع، مش معنى انت ليه لا صح زي ما هو اشتغل وموت نفسه وعمل مش احسن منه خالص. عندك دي يعني فرصه قدام الجميع. لاي حد يظهر نفسه يظهر بضاعته بشكل كويس هيطلع فرصه قدام الجميع. هو راجل عايز يشوف عشان الفتره اللي جايه هيعتمد على لعيبه كتيره من قطاع الناشئين. وما الظروف الحالي بتاع موضوع كورونا كمان غصب عنه اوقات تلاقي مثلا عدد كتير مش ما بقاش موجود معاه. فلازم يضطر ياخد من قطاع الناشئين. فطبعا لما يجي يسال هياخد مين اللي واقف على رجليه اللي على الفور المستعد فورمته عاليه هو اللي يروح. فكره الاعتماد على الناشئين دي فكره مستحدثه وبدأها افتكر النادي الاهلي، مش عشان انا هنا بقول كده، بس ده فعلا فكر انتاجه النادي الاهلي بشكل كبير وبطريقه وباسلوب حتى بعد حتى قدوم اللي هو الاجنبي بروكيتش. فايه اللي فرق يعني النهارده الفكره دي فرقت ازاي حتى على مستوى الولاد على مستوى الناشئين في اللعبه؟ بقوا بيفكروا بطريقه مختلفه ولا ايه اللي اثرها عليهم ازاي؟ اثر ايجابي جدا. ان هو بقى قبل كده بيسمعوا كلام لا انت مهما تعمل مش هتطلع فريق الاول. ده كان بيحصل. كان بيحصل بيسمعوا كلام يعني ده كلام ده كان على فكره بيحصل. مش هقطع كلامك هخليك تكمل. بس بيجي ساعات حتى الولاد المميزين يجي واحد ايجنت او سمسار بالظبط يقول له انت ما انت لعيب كويس بس مش هتوصل للفريق الاول. فبالتالي الولد دوت طموحه بيقل الوصول للنادي للفريق الاول، او هو ما شافش قبل كده ولاد زمايله وصلوا للفريق الاول فبيمشي من النادي. ساعات اللعيب ده بيختفي بيروح حته تانية. بس اعتقد مع وجود سيستم جديد مع وجود مدير فني مع اهتمام مجلس اداره النادي بقطاع الناشئين دي انعكست عليهم يا اسحاق. اتغيرت كتير طبعا. فكره اتغير في دماغهم زي ما انت بتقول يا كابتن هاني فعلا من هنا. وكلاء بيبدا يضحكوا على اللعيبه دي يقول لا انت مش هتوصل لكن انا دلوقتي عندي كذا كذا اصفرك واعمل لك وسايول. هتلاقي وحصلت كتير كذا واحد معايا وانا صغير بس الاسباب ده بالظبط. فطبعا دلوقتي لما هو بيشوف الارض الواقع فعلا لا ناس بتطلع وبتلعب مزبوط. يقول لا حتى لو حد جه بيكلمه لا يقول لا انا شايف حاجه اهو وانا شغال عليها ان شاء الله هوصل. صح. واولى اولى انا اولى انا من جوه انا فرصتي اعلى من اي حد. ولما اوصل احط رجلي احسن لي بدل ما اسافر حتى لو عندي حاجه اسافرها بره. لا لما اطلع بعد ما احط رجلي في الفريق الاول طبعا بدل ما اطلع كده قد كده باسم كبير اسمي كبير ومكسب كبير. قبل ما نروح على مباراه سامبا وتوقعاتك وطريقه اللعب بتاعه موسيماني عايز اتكلم على اللي بتفكر فيه طموحك مع النادي الاهلي. تفكير كابتن اسحاق اول ايه في الفتره والله اللي جايه؟ طموحاتنا كبيرة طبعا خصوصا مع النادي الكبير نادي الاهلي. 2003 من امتى؟ من سنة. قبل كده كنت اشتغلت مع مواليد 99 و98 بعد كده اشتغلت مع 2000 و2001 اشتغلت مع كذا مرحلة يعني. واحد فيهم نجوم يعني طلع العربي بدر وحمزة عربي بدر وحمزة وشادي رضوان ومحمد فقري بالظبط كتير يعني من تحت احمد ياسر ريان احمد حمدي كل دول عمار حمدي برضه كان كل ده انا اشتغلت معاهم. جيل مميز. قبل ما نروح للحته اللي كنت هتتكلم عليها سهام تقييمه للنادي الاهلي كمان والمباراه اللي جايه هل خلاص بداتوا في قطاع الناشئين؟ لان انت عارف قد ايه قطاع الناشئين مهم جدا ونفسنا نوصل للمدارس الاوروبيه في تعليمها للاولاد وان هم بيربوا جيل يعتمد عليه. وحدتوا طريقه اللعب لكل الفرق يعني دي كانت مهمه. اسال ان خلاص النادي الاهلي معروف بيلعب 4-2-3-1 هل ده اتنقل
كمان، والطبيعي انه يتنقل لكل قطاعات الناشئين انها تلعب سيستم واحد، طريقه اللعب تبقى واحده، وده مهم عشان لما يجي مدير فني يطلب من اسحاق انا عايز باك يمين، يبقى الباك اليمين طالع عارف بالظبط طريقه اللعب، عارف واجباته، واجبات الدفاعيه واجبات الهجوميه، عارف كل بدأنا من السنه اللي فات كان في حاجه زي كده بدأناها لكن مش بشكل قوي، لكن السنه دي فعلا هي دي السيستم اللي احنا بدأنا نشتغل عليه، حتى مع وجود المدير الفني بتاع مستر مايكل، هو ده اللي بنشتغل عليه دلوقتي، سيستم موحد من 13 سنه ل 14، سيستم موحد ان هم كل فرقه اللي بتلعب طريقه لعب واحده، الفرقه اللي بتلعب ملعب كبير 11ات كل طريقه واحده، فبنحفز خط الدفاع وخط الوسط وخط الهجوم، كل واحد بياخد شغل اللي هو مفروض لو جه فرصه يطلع يبقى عارف بناء على مركزه، هو عارف بيعمل ايه، ده احنا مركزين فيها، وفي محاضرات بتحصل كتير، نظرية فيديوهات فيديوهات كتيره يعني ما حصلتش قبل كده بصراحه. يعني ما فيش اسبوع دلوقتي يعدي من غير ما يبقى في محاضره مرتين او ثلاثه، كل فرقه فيديو ماتشها، مش ماتش ناس تانية، طبعا بتقيم ماتشها، هو كل ولد يشوف نفسه، يشوف ايه اللي بالظبط ايه اللي عمله صح من كلام اللي هو بياخده والشغل اللي هو بياخده، بعد كده يشوف ايه اللي هو عمله غلط يصححه، نصحح له الفيديو، يشوف لو عملت دي وكذا وكذا، هو يشوف الفرق مع الفيديوهات دي بتفرق كتير. ده ما كانش حصل قبل كده، قبل كده حتى لو مثلا بتصححه على حاجه بتقول له بس ما فيش الفيديو قدام، ما فيش صوره، ما بيشوفش نفسه، ممكن يقول لا ما حصلش. وانت عارف الكابتن ده دايما بيقول لك لا ما حصلش. ما حصلش، طب تعالى بص اهو دلوقتي بقى بتقول له تعالى تعالى اهو بص معايا الفيديو، مين ده؟ فلان. طب شفت المفروض لو عملت كذا، ده مهم، موقف ده يتحل بشكل كويس، لكن انت اتاخرت خطوتين لورا او خطوتين لقدام هتفري معانا. اسس ومعايير ومنهج بالظبط. برضه ما قلتليش طموحك ايه يعني؟ والله انا عندي طموح كبير، عايز طبعا اول حاجه لو في فرصه انا اطلع فريق الاول، فرد من اسيست كود جزء من الجهاز الفني، جزء من الجهاز الفني باذن الله ان شاء الله ربنا يكرمنا. اول لو ما حصلش ان شاء الله بره هيحصل بعد كده، عايز ابدا اخد خطوه بره الانديه الكبيره مثلا، حتى لو ممتاز به او درجه ثالثه كمدير فني، ابدا اشتغل خطوات طموحات كمدير فني بالزبط. بس طلع لنا 4-5 لعيبه الاول وبعدين ان شاء الله فخلينا نتكلم ان طموحاتك طبعا طموحات يعني مشروعه جدا، وطموحات النادي الاهلي فيك وامال النادي الاهلي صحيح. كمان فيك انك الجيل اللي ماسكه ان شاء الله 2003 مع الكابتن شرف، مع محمد شرف مدرب كويس، مدرب هايل، مدرب هايل يعني، كان ابن فابيو كان موجود معاكم في 2001 فبيشكر فيه جدا، مدرب كبير، مدرب ما شاء الله. فده جماهير النادي الاهلي اللي عايزه، نفسنا اسحاق وانا بتكلم باسمي وجماهير النادي الاهلي، نفسنا من سنين كده يطلع 4-5 لعيبه ستاندنج ويكملوا لمده 10-15 سنه. عندنا امثله، عماد متعب طلع، وعندنا امثله كبيره جدا، نفسنا ان شاء الله من خلال اللي بتقوله، من خلال النظام اللي انتم ماشيين بيه، اعتقد النادي الاهلي قريب جدا هنشوف مجموعه من قطاع الناشئين او مولاد النادي الاهلي ان شاء الله يمثلوا النادي الاهلي ومنتخب مصر كمان باذن الله. باذن الله انا باكد لك، من جيل 2001 ده الجيل بتاع فابيو، دلوقتي في 4-5 موجودين في الاعارات، في الانديه كويسه، وان شاء الله السنه سنتين هتلاقيهم راجعين تاني جوه النادي الاهلي، يقدموا النادي الاهلي اللي هم لعيبه مميزه جدا، عندهم امكانيات باذن الله ان شاء الله. خلينا نتكلم عن مباراه المريخ ومنها الى سامبا ان شاء الله المقرر ليها يوم الثلاثاء الجاي، المباراه تلعب الساعه 3 العصر ان شاء الله. ان شاء الله كنت متخوف انه الاهلي مع المريخ يحصل له زي اللي حصل مع الزمالك ومولوديه الجزائر يوم الجمعه اللي فات في دور المجموعات، ولا كنت عارف ومتاكد انه الاهلي هيتخطى المريخ؟ لا انا كنت عندي ثقه 100% ان هنكسب الماتش ده. نعم جات لك الثقه دي منين كابتن اسحاق؟ انا عندي ثقه، انا عارف النادي الاهلي. نعم. النادي الاهلي ما بيفرحش قوي بالزياده على اي حاجه اللي هو خدها، هو عارف دايما ده طموحاته، ده هو بيشتغل على اعلى حاجه. فكنا احنا رحنا كاس العالم للانديه وخدنا برونزيه، عملنا ماتشات كويسه فرحانين، لكن ده
ما يبعدناش عن تركيزنا، وانا عارف ده سياسه النادي ولاعيبه النادي الاهلي فاهمه بثقافتها بكل حاجه، فاهمين ده كويس قوي. فحتى لو بعد ما ماتش شغال ادى الشوط الاولاني 0-0، ناس بتقول اهو زي ما احنا بنقول ممكن ما نكسبش ماتش يطلع تعادل والكلام ده، بقول لهم لا، النادي الاهلي بيلعب حد اخر دقيقه، وانا عندي ثقه ان النادي الاهلي هيكسب اي وقت طالما هو حد محدد اهدافه وعارف قوته فهيكسب اي وقت، هي مساله وقت بس. مساله الوقت. والحمد لله ربنا. وده كلام ده الكلام ده دايما بنقوله ان ديت متربيين عليه، انا اتربيت على الكلام دوت. بتزرع الكلام ده لو جالك ولد صغير لسه ما دخلش اجواء النادي الاهلي، بتربي فيه ازاي دوت؟ يعني دايما بنقول احنا خدنا دوت جوه النادي الاهلي اتربينا عليه. لو حد جاي لك ولد كويس وبدا يخش في الفرقه فبتقول له ايه؟ بتوعيه ازاي؟ والله بنوجهه طبعا حاجات فنيات، بنعرفه بقيمه النادي الاهلي وفلين الحمراء دورها ايه في المجتمع، مش بس هنا في مصر، لا في البلد العربيه كلها عارفين قيمه النادي الاهلي اي حته. واحنا بنشوف، احنا دي تجربه احنا خدناها وشفناها واحنا ماشيين في الشوارع، ذاك كابتن عامل ايه، اخبارك ايه، نادي يعمل. حتى احنا دلوقتي ما بنلعبش لكن هنعمل ايه بكره مثلا ماتش، اي حد يقابلك هنعمل ايه بكره؟ شوفوا الروح دي اللي منتشره بين الجماهير النادي الاهلي. فلما تبقى انت واحد بقى جوه سواء كمدرب او لعيب في الناشئين، انت بتحس بمسؤوليه، مسؤوليه كبيره عليك، فدايما بتحاول تقوم بدور كبير ان اللي تحت ايديك توصل نفس الاهداف دي، يفهمها بشكل كويس، يعرف قيمه الحاجه اللي في ايديه عشان هو برضو يطلع لجواه. حلو. فالحمد لله حتى كان في تجربه في الدور الاولاني كنا بنلعب سموحه، كنا اول 7 دقائق دخل فينا جونين. اوكي. اللعيبه بقى منهاره، فاكرين ذكرناهم لا احنا في التمرين بنقول لكم ايه؟ بنقول لكم حتى ممكن تكسب في اول ماتش او في نص الماتش او في الاخر شوط او في الاول شوط الثاني، ده الكلام ده بنشتغل معاهم على كده. هو ده اللي بتكلم عليه. لما فكرناهم بداوا يراجعوا نفسهم، فعلا كانوا فاكرين لا ماتش راح خلاص. فالحمد لله رجعنا جبنا جونين في دقيقه 92 و93. والله بعد مسموحه كانت هي كانوا متقدمين علينا ب 2-0. لما ذكرناهم بالكلام ده افتكروا فعلا لا احنا واقفين على رجلينا فهنقدر نعملها طالما لسه حكم ما صفرش صفاره النهائي. برافو. فرجعنا للموضوع البلس 90. دايما البلس 90 مش من الفريق الاول، ده من تحت. وحاجه مهمه هو قالها، ده لازم لعيب يتعلم كلام، لازم يتعلم وعمليا، يعني عمليا ما دقنا احنا كنا مبسوطين جدا. بالظبط. مش والله مش عشان نتيجه، نتيجه قد تكون قد لا تكون، لكن اللعيبه يبقى عندها وعي ده يرجعوا في الماتش بالشكل ده. هو ده اللي احنا عايزينه، هو ده روح الفانيلا الحمراء اللي بتلعب طبعا دور ايجابي بالذات في المباريات اللي زي دي. طبعا احنا بنشكرك جدا. الله يخليك. بنتمنى لك التوفيق جداً في اللي جداً. جاي يا رب دعواتكم ان شاء الله. نورتنا وشرفتنا يا اسحاق، ودعواتنا ليك بالتوفيق على مستوى الطموحات الشخصيه ليك ان شاء الله، تكون مدرب واعد ويتحقق كل اهدافك هنا في مصر، وعلى مستوى الجماهير النادي الاهلي تخرج لنا من مصنع الابطال ومصنع النجوم قطاع الناشئين النادي الاهلي، ان شاء الله تشتغل بشكل جيد وشكل ان شاء الله يطلع لنا نجوم للنادي الاهلي في المستقبل. شكرا جزيلا. باذن الله طبعا بدعمكم، ده قناه النادي الاهلي برضو بتدينا ثقه وقوه، كل ما بيجوا ورانا في الماتشات بنحس فعلا اهتمام بالزياده. طيب. الحمد لله ربنا يديم المعروف معنا. موفقين يا كابتن اسحاق. يا رب. كل ربنا الشكر. بعد الفاصل نستقبل النجمين الكبار كابتن رمضان السيد وكابتن فتحي نصير في البيت الكبير.